مرحبا مواليد برج السرطان، معكم كارمن شماس. اليوم بدي احكي عن الاسبوع، كيف بده يكون الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر تشرين الثاني، من الاثنين 25 نوفمبر لواحد ديسمبر كانون الاول. بهذا الاسبوع في عنا قمر جديد في برج القوس، يلي هو بالنسبة لكم هو البيت السادس، بيت الشغل، بيت العمل، وبيت ايضا الاحوال الصحية. لما بيكون في قمر جديد عم بيخلق، هيدا معناتها في بداية جديدة لشيء ما، ولأنه في البيت السادس معناتها هيدا الأسبوع رح يحمل لمواليد برج السرطان بداية جديدة، إن كان شغل، إن كان يمكن ظرف مهني جيد، يمكن مسؤوليات بشغلكم، بدرسكم، بجامعتكم، يمكن في تطور مهم، في تغيير بحياتكم اليومية لسبب ما، لظرف ما بيدخل حياتكم ويدخل تغييرات مهمة على روتينكم. الجو كمان بيطلب منكم بهذا الأسبوع الاهتمام بمسائل صحية والمشي فيها، البدء فيها، لكن واضح أنه في بداية جديدة بهذا الأسبوع. إذا بدأنا بيوم الاثنين يلي هو 25 نوفمبر تشرين الثاني، القمر موجود ببرج العقرب، وبالتالي الانطلاقة جيدة وحلوة ومشجعة، وهنالك بوادر انفراج. بوادر انفراج، بوادر تقدم، بوادر ربح، وبوادر أخبار سارة جدا لألكن. بيستمر طبعا هيدا الجو بكل الأسبوع، لكن نتوقف عند الثلاثة الأربعة والخميس. الثلاثة هو القمر النيو مون ببرج القوس، مثل ما حكيت بالبداية في بدايات جديدة، في بعض التعب، في بعض المسؤوليات، في بعض الركض، في بعض المساعي، في تغييرات بدكم تمشوا معها، تتكيفوا معها، تتأقلموا معها، ومنا سلبية. هذا اللي عم بقوله. هذا الجو يلي نوعا ما بتحسوا انه عم تركضوا فيه لتخلصوا تنهوا شهر نوفمبر تشرين الثاني هو الأفضل، يعني ما تنطروا لحتى القمر يدخل لبرج الجدي يوم الخميس الساعة 2:30 بعد الظهر توقيت بيروت، لأنه بس لما القمر يدخل لبرج الجدي نوعا ما مولود برج السرطان بيدخل بجو مختلف، بيشعر بضغوط أكثر، وبيكون في عنده أنه يوم الخميس بعد الظهر، السبت والجمعة والسبت فيهم ضغوط إضافية. فخلصوا الشغل اللي بدكم إياه لما القمر بيكون بالعقرب أو بالقوس. إذن صارت واضحة الصورة، وصلنا للقمر، صار موجود ببرج الجدي مساء الخميس، يوم الجمعة أيضا، ويوم السبت. حضروا حالكم لعطلة أسبوع طويلة فيها تحضير، يمكن عندكم بروجي عم تشتغلوا عليه، يمكن عندكم مسؤوليات عندكم إياها عم تشتغلوا عليها، في بعض الضغوط، لكن اتذكروا الأجواء منا سلبية، لا يوجد سلبيات. في عندي زحل وبلوتو، هلأ بذكر عمين تأثيراته. القمر بيطلع من برج الجدي الساعة 10:15 المساء توقيت بيروت، بتبلش الانفراجات. ليل السبت مفروض يكون مريح، يوم الأحد يلي هو 1 ديسمبر كانون الأول، في عنا القمر ببرج الدلو، وفي نوع من ارتياح، انفراج، طمأنينة، مش كتير لكن نوعا ما أفضل من اليومين اللي سبقوا، أفضل شوي من الجمعة والسبت. وبالتالي مثل ما شايفين نهاية شهر نوفمبر نهاية جيدة، فيها ركض، فيها مساعي إضافية منا سلبية. يوم الأحد اللي هو 1 ديسمبر مفروض يكون يوم جيد، وفي نبض حلو، وفي ديناميكية. يلي بعتبرها الأكثر حظا بهذا الأسبوع، كلكم تقدروا تتقدموا وتحرصوا تقدم، هي مواليد 22 تموز يوليو. زحل وبلوتو بيسبب شوية عقبات وضغوط، خاصة في الأيام الأقل حظا، عند مواليد 9 10 11 12 13 و14 تموز يوليو، فكونوا منتبهين وكونوا حذارين. هذه هي بشكل عام تأثيرات هيدا الأسبوع، كيف بده يكون الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر. حاولوا تخلصوا أشغالكم على بكير، ما تتركوا ذيول أبدا، أصلا ما تتركوا ذيول. وبتطلب منكم رجاء مشاركة الفيديو مع أصحابكم وأيضا على السوشيال ميديا. شكرا لكم، باي باي.